ثلاثة لي فيلم في نتفليكس إذا مازال ما شفتوهمش راكم راضيين. الفيلم الأول اللي هو The Alpinist، الفيلم الدوزيام اللي هو The Mother، والفيلم الطرابازيام والآخر اللي هو The Gentleman. لي شاف واحد من هاد لي فيلم يمدلنا رأيه فيه في لي كومنتار، وما تنسوش ديروا جام وتابوني في لاشين هادية باش نكتر لكم لي فيديو.